أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع درسنا لهذا اليوم البرهان بالاستقراء الرياضي الجزء الثاني، إعداد الأستاذة سميرة السالم وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان: أولاً برهان قابلية القسمة، ثانياً استعمال المثال المضاد لإثبات خطأ جملة رياضية. نبدأ معكم الآن بالفكرة الأولى، ورح نتعرف الآن على الاستقراء الرياضي لكي نبرهن أي جملة ما وتكون صحيحة لكل عدد طبيعي يجب أن أتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: أبرهن أن الجملة تكون صحيحة عندما إن راح تساوي الواحد، إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: يجب علي أن أفرض أن الجملة صحيحة عند العدد الطبيعي إن يساوي كي. الخطوة الثالثة: أبرهن أن الجملة صحيحة عند العدد الطبيعي إن يساوي كي زائدا واحد. إذن هذه الثلاث خطوات راح نستخدمها في البرهان بالاستقراء الرياضي. المثال الأول: برهن أن 5 أس إن ناقصا واحد يقبل القسمة على 4 لكل عدد طبيعي إن. إذن لو جينا الآن نستخدم هنا البرهان بالاستقراء الرياضي راح أبدأ بالخطوات الثلاثة. الخطوة الأولى: أبرهن أن هذه الجملة صحيحة عندما إن يساوي واحد. إذن نجي الآن ونفرض أن الإن بواحد، إذن 5 أس 1 ب5 ناقصا واحد تساوي 4. إذن لاحظ هنا أن هذه 4 تقبل القسمة على 4، إذن هذه الجملة صحيحة عند الإن يساوي واحد. بعد الانتهاء من الخطوة الأولى نبدأ معاكم بالخطوة الثانية، وهي افتراض صحة الجملة عند إن يساوي كي. إذن فقط هنا في هذه الخطوة نقوم بالتعويض ونشيل هنا كل إن ونعوض بكي، تصبح 5 أس كي ناقصا واحد رح نفرض أنها يقبل القسمة على 4. إذن هذا وش يعني؟ يعني وجود عدد طبيعي R بحيث 5 أس كي ناقصا واحد يساوي 4R، يعني 4 ومضاعفاتها. الآن نبدأ معاكم الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة راح نبرهن أن هذه الجملة صحيحة لما الإن تكون كي زائدا واحد. إذن 5 أس كي زائدا واحد ناقصا واحد يقبل القسمة على 4. إذن نبدأ الآن بالافتراض، ويجب أن يكون 5 أس كي زائدا واحد ناقصا واحد. إذن نحاول نوصلها إلى هذا الجزء. ابدأ الآن بالخطوة الأولى. سالب واحد رح نتخلص منه، إذن بنضيف في الطرف الأول 1 وفي الطرف الثاني 1، إذن تصبح 5 أس كي يساوي 4R زائدا واحد. لاحظ الآن قربنا الآن هنا، باقي عندي لازم إنه الكي هنا كي زائدا واحد الأس، إذن راح أضرب الطرف الأول في 5 وراح أضرب الطرف الثاني أيضا في 5. ليش؟ لأنه إذا الأساسات كانت متشابهة راح أجمع الأسس وتصير 5 أس كي زائدا واحد، وخمسة في 4R ب20R، وخمسة في 1 ب5. باقي عندي هنا السالب واحد، إذن راح نطرح من الطرف الأول سالب واحد، ونطرح أيضا من الطرف الثاني سالب واحد. خذ الأربعة عامل مشترك يبقى 5R زائدا واحد. لاحظ الآن قدرنا نصل إلى أنه 5 أس كي زائدا واحد ناقصا واحد. إذن هذه الجملة صحيحة عند الإن يساوي كي زائدا واحد، إذن راح تكون أيضا صحيحة عند جميع الأعداد الطبيعية إن. تدريب: برهن أن 10 أس إن ناقصا واحد
يقبل القسمة على 9 لكل عدد طبيعي n. إذن أيضا هنا في هذا المثال راح نستخدم البرهان بالاستقراء الرياضي، ويكون على 3 خطوات. الخطوة الأولى هو يجب أن أثبت أن هذه الجملة صحيحة لما تكون الn تساوي 1. إذن ابدأ الآن بالتعويض. 10 أس 1 ناقصا 1 وراح تساوي 9. لاحظ الآن أن 9 تقبل القسمة على 9، إذن هذه الجملة راح تكون صحيحة عند n يساوي 1. الآن انتهينا من الخطوة الأولى، نبدأ بالخطوة الثانية وهي خطوة الافتراض. يجب أن نفترض صحة هذه الجملة عندما n يساوي الk. إذن نقوم الآن بالتعويض. 10 أس k ناقصا 1 يقبل القسمة على 9، وهذا يعني عندي عدد طبيعي r، بحيث 10 أس k ناقصا 1 يساوي 9 r، أي 9 ومضاعفاتها. الآن نبدأ بالخطوة الثالثة وهي أن نبرهن أن هذه الجملة صحيحة عند n يساوي k زائدا 1. ابدأ بالتعويض. 10 أس k زائدا 1 ناقص 1 يقبل القسمة على 9. الآن راح نبدأ من الافتراض وراح نصل إلى 10 أس k زائدا 1 ناقص 1 عشان نثبتها. إذن أول خطوة هنا نتخلص من سالب 1، إذا راح نضيف الطرف الأول 1 ونضيف الطرف الثاني 1، تصبح 10 أس k يساوي 9 r زائدا 1. عشان أوصل إلى نفس هذا الأس هنا يجب علي أن أضرب الطرف الأول في 10 وأضرب الطرف الثاني في 10. طيب أنا ليش ضربت في 10؟ عشان إذا كانت الأساسات متشابهة راح نجمع الأسس وتصبح 10 أس k زائدا 1، و10 في 9 r ب 90 r، و10 في 1 ب 10. طيب إيش باقي لي هنا؟ باقي السالب 1. إذا نطرح من الطرف الأول سالب 1 ونطرح كمان من الطرف الثاني سالب 1، تصبح 10 أس k زائدا 1 ناقص 1 يساوي 90 r زائدا 9. خذ هنا 9 عامل مشترك، إذن يبقى عندنا 10 r زائدا 1. لاحظ هنا قدرنا نثبت أن هذه الجملة صحيحة عند n يساوي k زائدا 1. ولاحظ أيضا أنه راح تكون هذه الجملة أيضا صحيحة عند جميع الأعداد الطبيعية n. مثال، أعطي مثالا مضادا يبين أن الجملة 2 أس n زائد 2 n تكعيب تقبل القسمة على 4، حيث n أي عدد طبيعي هي جملة خاطئة. إذن كخطوة أولى في حل هذا السؤال راح نعمل الجدول ونبدأ نفرض أن ال n يساوي 1. ابدأ الآن بعملية التعويض. 2 أس 1 زائد 2 في 1 تكعيب، 2 أس 1 ب 2، وهنا 1 تكعيب ب 1، 1 في 2 أيضا ب 2، اجمعهم الآن 2 زائد 2 يعطيني ب 4. لاحظ هنا أن العدد 4 يقبل القسمة على 4، إذا راح تكون هنا الجملة صحيحة، ونحن نبغى الجملة خاطئة، إذا راح نفرض أيضا ب n بعدد جديد ونفرضه ب 2. عوض الآن، 2 تربيع زائد 2 في 2 أس 3 وتساوي 20. لاحظ أيضا أن العشرين تقبل القسمة على 4، إذن هذه الجملة صحيحة. نعوض الآن ب n يساوي 3 ونشوف هل حتكون جملة خاطئة أم لا. نجرب الآن، 2 أس 3 زائد 2 في 3 تكعيب وتساوي 62. هل ال 62 تقبل القسمة على 4؟ راح نقول لا تقبل القسمة على 4، إذن هذه الجملة الخاطئة. إذن المثال المضاد أعطيناه في هذه الجملة أن n راح تساوي 3. تدريب،
أعطي مثالا مضادا يبين خطأ الجملة. واحد تربيع زائد اثنين تربيع إلى إن تربيع يساوي إن في ثلاثة إن ناقصا واحد على اثنين، حيث إن أي عدد طبيعي. رح نبدأ نعمل الجدول الآن ونشوف الطرف الأيسر والطرف الأيمن. نبدأ نفرض أن الإن يساوي واحد. ابدأ عوض في الطرف الأيسر، واحد تربيع بواحد، عوض في الطرف الأيمن، واحد في ثلاثة في واحد ناقص واحد على اثنين وراح تساوي بواحد. إذن راح تكون هذه الجملة صحيحة. افرض أن الإن تساوي اثنين، إذن اثنين راح نعوضها مكان الإن وتصبح واحد تربيع زائدا اثنين أس إن وتساوي خمسة. وأيضا لو عوضنا الآن هنا مكان الإن باثنين راح تساوي خمسة. ولاحظ أن الإجابتين متساوية، إذن هذه الجملة أيضا راح تكون صحيحة. عوض الإن يساوي ثلاثة، إذن واحد تربيع زائد اثنين تربيع زائد ثلاثة تربيع تساوي 14. ولكن إذا عوضنا مكان الإن بثلاثة راح تساوي ب 12، وهنا راح تبان أنها غير متساوية. إذن أعطينا هنا مثال مضاد يبين خطأ هذه الجملة. تقويم: مثال اختياري 11 أس إن ناقص واحد يقبل القسمة على 9 10 11 12. أولا شيل الإن وحط الآن مكانها بواحد، تصبح 11 أس واحد ب 11 ناقصا واحد إذن بعشرة. إذن الاختيار الصحيح هنا هو الاختيار الثاني B. تقويم: مثال اختياري إن تكعيب زائد 2 إن تقبل القسمة على 2 3 4 أو 6. إذا الآن قوم وشيل الإن وعوض مكانها بواحد، إذا 1 أس 3 زائد 2 في 1، 1 أس 3 بواحد و2 في 1 باثنين، اجمعهم مع بعض راح يساوي 3. إذا الاختيار الصحيح هنا هو الاختيار B بثلاثة. تقويم: مثال اختياري المثال المضاد لإثبات خطأ الجملة إن تربيع زائد إن زائد الخمسة عددا أولي عند إن تساوي. طيب دابا نعرف معنى العدد الأولي. العدد الأولي هو الذي يقبل القسمة على الواحد أو على نفسه. الاختيارات هي واحد اثنين ثلاثة أو أربعة. نبدأ الآن بالتعويض. عوض بقيمة الإن تساوي واحد، إذن واحد تربيع زائد واحد زائد خمسة وتساوي سبعة، إذن هذه عدد أولي. عوض الإن باثنين، اثنين تربيع زائد الاثنين زائد الخمسة وتساوي 11. والإحداشر أيضا هذه عدد أولي لأنه ما يقبل القسمة إلا على واحد أو على نفسه. عوض بالثلاثة، ثلاثة تربيع زائد ثلاثة زائدا خمسة وتساوي 17. و17 ما يقبل القسمة إلا على واحد أو على نفسه، إذن هو عدد أولي. طب نجرب الآن الأربعة، أربعة تربيع زائد أربعة زائدا خمسة وتساوي 25. طيب هل 25 عدد أولي؟ لا، 25 عدد غير أولي. إذن الاختيار الصحيح هنا هو الاختيار دال بأربعة. ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم؟ تعلمنا الاستقراء الرياضي وقلنا لبرهنة جملة ما وتكون صحيحة عند أي عدد طبيعي إن يجب علي أن أتبع الخطوات الثلاثة. الخطوة الأولى هي يجب علي أن أبرهن أن الجملة صحيحة عندما إن تساوي واحد. الخطوة الثانية أفرض أن الجملة صحيحة عندما الإن تساوي كي. أما الخطوة الثالثة
هي أن أبرهن أن الجملة صحيحة عندما إن تساوي k زائدا واحد. وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون وفقت في تقديمه، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.